محمد انت منورنا النهارده، وجودك وانت مع امير كرارة بتشجعه على فيلم البابا. قلنا لنا بقى النهارده هتقول له ايه؟ هقول له يا امير الف مبروك، وان شاء الله الفيلم ده يبقى نقله حلوه ليك وتكسر الدنيا باذن الله. دايما بنشوفك في افلام بقى واكشن ومسلسلات اكشن. يعني هو دايما بطلع الشرير في المسلسلات يعني، بس الفترة الأخيرة الحمد لله يعني ابتديت أنوع شوية وبإذن الله اللي جاي أحسن. بمناسبة إن أنت أخو أمير كرارة، أنت شايف ده حاجة بتبقى حلوة ليك أو في التمثيل بتساعد إنك تبقى موجود معاه؟ هي ملهاش علاقة وملهاش ارتباط. عندك لا يعني عندك في إخوات كتير أوي في الوسط وملهاش علاقة ببعضها أبدا يعني. أكتر حاجة قريبة ليك الأكشن ولا الكوميدي؟ لا أنا ماليش في الكوميدي عامة يعني، أنا بحب الأكشن والدراما يعني. إيه اللي بتحضره الفترة دي؟ لا لسه بعد العيد ان شاء الله كده في كام حاجه بقراها وباذن الله يا رب خير ان شاء الله.